بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ صحيحه لاباس؟ مهم معكم في هذا الفلوغ هذا الخفيف الظريف. غادي نمشي لميركادونا، وانا في ابير سيرا دي غوادالوبي لينيا اونو. لينيا اونو جيت هنايا عند واحد الكليه، انا جبت لها شي سلعه، ودابا غنمشي لميركادونا. كاين هنا ميركادونا الجهه فيها ميركادونا، وكاين ليدل، كاين سوبيكو. غادي ندير لكم واحد الدويره في ميركادونا وعاد نمشي لسوبيكو. صافي، خليكم معايا نشوفوا الجديد ديال ميركادونا تحت طلب الاخوات في العطور. شوفوا داكشي زوين صراحه. المهم خليكم معايا تنشوفوا الجديد والاثمنه، واللي بغات تاخذ شي ريغالو ليها ديه الحبابه. المهم نتوما خليكم معايا تنشوفوا هاد الفلوغ هذا. ما كاين كلشي الصراحه زوين هنايا، ملي كتكون واحد البلاصه فيها المحلات كاملين، تيندات الكبار كاملين، كيكون مزيان يعني فين تسخري وتخيري هنا وتخيري هنا زوين. وانا سوبيكو كيحمقني كاين هنايا، وما كنتش عارفه الصراحه، ما كنتش عارفه حتى قالتها لي الدريه عاد عرفت، انا ما كنتش عارفه. وقلت لها سوبيكو انا كيعجبني، قلت لها سوبيكو كيعجبني ولكن بعيد عليا، ما كاينش حدا، كاين في الكوركون وفي بارلا هما اللي كنعرف، انا ما كنتش عارفه واش كاين هنايا. والمهم يلا خليكم معايا تنشوفوا شنو غنوريكم في هذا الفلوغ هذا، خليكم معايا. ايوا اختي العزيزه، دخلت الميركادونا. شكون اللي معشق العطور ديال الميركادونا؟ انا كنحماق وكنتسطى. هذا الجديد ماشي عاد جوا، المهم يلا دخلوها ماشي بزاف. هاد الماركه هذه ديال هاد الريحه، وجات في هاد البواطه مع راس العام، كيبداو يديروا لي باك هكا، تيديروا فيهم الرويحه وتتكون مع الكريمه. هادو جايين رويح بوحدهم، غير البواطه الصراحه ما تسخيش تحليها، الكاخه ديالها ما تسخيش تحليها على الشكل ديالها. عندك هذيك اللي وريتكم وهذه، وثمنهم زعما جد مناسب، والريحه فنه فيهم غزاله كاع. هادو اللي غنوريكم ريحتهم زوينه بالنسبه للذوق ديالي حتى انا جربتهم. هذه ديال الجسم البنات ريحتها خطيره، في نفس الوقت تتخلي واحد البريون هكا تيبان في الجسم ديالك. بالنسبه للناس اللي تعجبهم يديروا بحال هذا الشيء، 4 الاورو. وريحتها خطيره، ريحتها فنه. وكاين هذه حتى هي جات بالبوشيط، شوفوا كي داير البوشيط ديالها غزال. هادو شيتات ديال المكياج وداكشي راكي عارفه، دايره 15 اورو على حساب البوشيط اللي جاي معاها. كاين هاد الرويحه حتى هي هادي ريحتها فنه، داروا معاها ساك كيف قلت لكم. كيبداو يديروا بحال هكا في راس العام، كيبداو يجيبوا لي باك هكا. بالحق تيكونوا شي مرات غير في راس العام كيزيدوا بحال هادشي. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ داير 12 اورو 50، ثمن مناسب بالنسبه للريحه ومع الساك. كاين هادو تاي الريحه ومع الخيل، كيكون معاه الخيل، تتكون معاه الكريمه، كل حاجه. وشنو معاه هادي حتى هي، هادي فنه ريحتها. هادو ايميتاسيون ديال شي رويح اللي معروفين، راكم عارفين. هادي حتى هي داروا معاه الكريمه والخيل وقيله هذاك اللي معاها، والثمن 12 اورو البنات. كاينه هاد الموف حتى هي ريحتها زوينه، وهذاك الكوردو اللي معاها بحال ديال التليفون. المهم انتم غتشوفوا من وراء البواطه كيبان لكم، هانتوما كتعلقي فيه التليفون ولا الساك ولا ما عرفتش شناهي ديك الوسطانيه، ما عرفتش شناهي هي. المهم ديري مع داك الكوردون ريغالو، فهمتوا؟ دايره 13، وانا نهز فيها باش نحطها وهي طيح، انا نهز وهي طيح. يولي لا، خلي اختي جيم الله يحفظك. هذه حتى هي فنه ريحتها، هذه كنت واخداها 11 اورو، هذه ديما كاينه. ودابا دايرين معها الكريمه والخيل ولا ما عرفتش داك اللعيبه اللي دايرين. كاينين هذه حتى هي دايرين مع الشميعه، دي ريحتها فنه، 10 اورو 50. دايرين مع داك الكويز ديال الشمع، حتى هو في ريحه زوينه كوموتو. هذه حتى هي عاد جابوها جديده، كاينه الرويحه وكاينه الكريمه، ما عرفتش شنو داك العجب الاخر اللي معاها. كاين هادي حتى هي جديده، ريحتها خطيره البنات، ريحتها فنه، حتى هي معها الخيل والكريمه ديال الجسم وقيله. المهم كتكون كريمه وخيل، راكم عارفين الباكيج هكا. هادي ديال خاصه ديال الكونتورنو ديال تحت العينين، ولكن بحال هادشي انا كنوصيك اختي، انا كنوريك ولكن كريمه، وكديري تبقاي ديري بهذاك الروديو هكا، ولكن خصك تكوني تعرفي يعني، ماشي عاجي وديرو بقا درج في عينيك. هذا ماسك الذهب كيعاودوا عليه زوين، تا هو ديال الوجه.
كيخلي واحد البريونز في الوجه، واحد كيعطيك واحد الرونقه، واحد مهم بلا ما نشعر عليكم راكم عارفين، تيخلي واحد البريون في الوجه. ايوا هنا يا اختي ساليت من ميركادونا وجيت اختي لسوبيكو، انا كيعجبني سوبيكو صراحه، في داكشي زوين. هذا البنات خال سين بارابين اللي كيعجبها، اللي عندها الجسم سونسيبل ما كتبغيش يكون فيه البارابين، والناس اللي عندها الجسم حساس ننصحك اختي بهذا، 4 أورو و10. واعر هذا بيلي ساتو بيكاس، زوين بزاف البنات اللي عندها الجسم ناشف ننصحك به، زوين بزاف، زوين زوين. هذا كناخذو لولادي، وكاين هاد الشبيكات هادو لاش نقولو ليهم بأورو 95، ما عرفتش ديروا فيهم، قولوا لي نتوما شنو لاش ديروهم. المهم انا وريتهم لكم وصافي. كاين هاد الكويسات 6، المناضه ولا الماء ولا العصير ولا التي واللي يعجبك، 6 بجوج اورو و89. راه كيجيبو لها وتات في سوبيكو. كاين هاد هادي حتى هي ما يمكنش ما نوريهاش لكم، دايره 49، فيها كتهز 4 يطرو وجوج. المهم هادشي اللي كاتبين تما 49 دايره، شوفوا الشكل ديالها زوين، هادي هي الماركه ديالها. بغيت نشوف لكم شحال من واط، الساعه ما بانش لي يا اختي، عييت نقلب، غنمني الا قلبت هذه كنقلب كلشي. هادو عطريه الصراحه، عطريه ديالهم بحال هادشي اللي تيكون هكا تتعجبني، عطريه ديال الدجاج. المهم هادي هاد العطريه حتى هي مخلطه، فيها بزاف د الحاجات، فيها وقيله البزار وما عرفت شنو الطحميره، المهم فيها شي 7 تخليطات ولا ما نعرف. وهذه ديال الدجاج البنات كنصحكم بها، خطيره خطيره التعطيره ولا العطريه ولا اش كيقولوا لها، واعره حتى هي تخليطه. مخلطي العطريه وديري لك 85 سنتيم البنات، ما عرفت شحال من غرام، 100 غرام، 100 غرام وقيله. وزوينه هاد العطريه، هنا كاينين القراعي الكبار، حيت هنا كيبيعوا داكشي اللي تيكون فيه كتير من صحاب الجمله وصحاب الريستورانتي، وراكم عارفين بحال الثومه قرعه كبيره مع شحال فيها ب7 اورو، هذيك ديال القرفه العواد ريحتها كتنجنج، عرفتي مسدوده وجاتكم الريحه، قولوا لي وجاتكم ريحه القرفه، اللي جات ريحه القرفه تخلي لي في التعليق، 8 اورو و95. وكاين هذا البنات مرق بطعم اللحم حلال، اللي كيعجبها دير بحال هادشي. وكاين هذا كيكون عندك الزر ديال البقري، دايرين 3 اورو طارو، كاين ديال البقري وديال الدجاج وديال الحوت، بالنسبه لشي صوبه ولا شي لعيبه ولا شي حاجه. المهم مرق السمك، مرق بطعم البقر، مرق بطعم الدجاج. ما بغاش تخرج، ديري جيم اختي، ديري جيم الله يرضي عليك، وبارطاجي لينا الفيديو الله يرضي على اختي. هاك نوريكم على المفيد، شوفي لي الطون اختي، طون فرتت، شوفي الطونه مفته كاتبين عليها بزيت خراسول وقيل، اه بزيت داك العادي راكم عارفين. وستة البنات، وشوفي لي الثمن، 6 ب3 اورو كاسي، خاصه 5 سنتيم على 3 اورو. والزيت قولي ما كنفعكمش، انا راه كنمشي لكم على اللي غيناسبكم. الزيت بأورو 49، وقيله ارخص بلاصه فيها الزيت بهذا الثمن، ارخص بلاصه الصراحه. هنا الطون فيه 6 ب3 اورو، يعني كل 3 بأورو 50. هذا البنات خذيه وتفكريني، ولكن شوفي سمعي مني مزيان، زوين واعر، الكراسه الكوزينه اللي كان شي طاش في الحوايج، الفران يكون سخون، المقله هي تكون سخونه، عاد رشي عليها كيطلع داكشي الكراسه، واعر البنات. ولكن ديري اختي شي حاجه على نيفك باش ما نديش نوبك، 2 أورو 65، ضروري ديري شي حاجه على نيفك اختي العزيزه، حيت ريحته مجهده، ولكن راه خطير، اخطر 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 ما شفت في هادشي ديال الكيتا غراسه. هانتي الجليج، البانيو، الحوايج، ما عرفتش شنو هي داك الشيمينيه، ما عرفتش شنو هذاك العجب كاتبين. المهم زوين بزاف، ولكن غطي نيفك، غطي نيفك، راه ريحته مجهده، يعني باش ما تاديش الريه ديالك وهذا، وديري الغوانطيس في يدك، وانا نصحتك والله ما اني قد بلغت اللهم فاشهد. المهم انا وصيتك، قلت لك راه زوين، وانا قلت لك المضرات ديالو، تقولي شي حاجه ولا شي حاجه. المهم ايوا البنات، شتا فيا وصيف فيا وصاد فيا، شوفوا سرت سرت سرت، كنقدر كامله، عرفتوا ما نقول لكمش، الله العظيم عتي خيط نسمه، تبارك الله بغات الوقت صراحه، غنوقف هنا تنهضر معكم عاد نمشي في حالي صراحه. الشتيوا بغات الوقت، صبات زوينه باش تروينا شويه وتعطي شويه الماء، لحقاش الدنيا جافه يعني مزيان تصب صراحه. ايوا قلت لكم شد
ميركادونا ودزت لسوبيكو. سوبيكو الصراحه كيعجبني، فيه شي حاجات رخاص، فيه شي حوايج رخاص وفيه داك سالتشيتشاس حلال، كاين مرتديلا حتى هي حلال. ما وريتهاش لكم، نسيت وشنو اخر. المهم بحال الطون رخيص، الزيت حتى هو اورو 49، والبنادم كيمشي على قد الجيب ديالو، راكم عارفين مع هاد الازمه كلشي غلا، بنادم راه كيمشي على الرخيصه. انا بعدا نتوما دبر راسكم، انا اختي كنمشي معقله على قد جيبي، راه الوقت قاصحه مقصحه. ايوا هذا مكان البنات، ونتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم الفلوق. درت لكم داكشي خفيف ظريف، المهم حاجه المهمه راه بينتهم لكم. انا ما تمشوش بالفيديو خاوي بلا فائده، ضروري نوريكم شي حاجه اللي غتفيدكم. وهذاك الرشاش داك البرودوي واعر، ديروه تفكروني. عرفتي الا كانت الكراسه في الكوزينه رشي رشه سخري الله عاد مسحي. والمهم ما نطولش عليكم ياك، انا دابا غنمشي في حالي للدار، راه سارده سارده والله الا سارده. عرفتي وقفه وقفه ديال ديال عبد الغفور. ايوا المهم البنات، هادشي اللي كان، شاركت معكم داكشي اللي غادي ينفعكم، وصافي هادشي اللي كاين. يلا نخليكم على خير ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. ما عادش كتسمعوني مع الصداع ديال الميترو. يلا باي باي، اديوس. خليو لنا جيم وبارطاج. الى وصلتي حتى لهنا انت راكي مرضيه ومهديه ومحضيه. سير الله يحفظك والله ينورك، الله يخليك كشي ورايده مفتحه. يلا مع السلامه.